السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية نتاع أم بواقي اللي نقف على الأشغال نتاع المركز الجامعي الجديد نتاع للآداب واللغات والمكمل لجامعة أم بواقي جامعة العربي بن مهيدي. إذن وهذا المركز الجامعي أو هذا القطب الجامعي الجديد اللي متخصص كما قلنا في اللغات والآداب يحتوي على 3000 مقعد بيداغوجي، وسيتم الافتتاح نتاعه في السنة الجامعية المقبلة. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.